النهاردة هنتكلم عن ضيفنا في حلقة الليلة من المجرم. كلامنا كلام كبير قوي لأنه كان نجم ليه بصمة مع النادي الأهلي وإدى كتير قوي ولسه بيدي لنادي الأهلي، لأن كلامنا هيكون كتير قوي لأن تاريخه ومشواره طويل، بدأ من السودان واستقر في مصر. كده أنتوا عرفتوا القصة بس لازم نديله حقه. وأصبح دلوقتي نصين، نص مصري ونص سوداني. ضيفنا بيتمتع بحب الجماهير لأنه كان لاعب وإنسان بسيط في كل حاجة، وبيتعامل مع الناس بمصداقية وبالحسنى، ولأنه صاحب خلق ومسامح أهم حاجة. وأنا بقول لكم كده وشفتوا ضيوفنا اللي كانوا موجودين معانا قد إيه الإنسان لما يبقى مسامح وإنسان بقى ليه صاحب خلق عظيم بتبصوا تلاقي الناس بتفتكره بالحسنة. وهو دايما بيسأل عن كل زملاته حقيقة يعني، ودي لازم نذكرها، وفي الحديث معاه هنتكلم في حاجات كتير قوي. صاحبنا الليلة أنا عاوز أقول إيه، إن جدع وراجل في كل مواقفه سواء الإنسانية وبمعنى الكلمة يعني، أو كل ما تقرب منه تحبه أكتر. فعلا كل ما تقرب منه تحبه أكتر، وكل الجمهور عارفه ومديله لقب لاعب اللزقة. وكان نجمنا ده مسمينه صاحب المهام الصعبة. هنتعرف عن نجمنا النهاردة، هو بالجدية والرجولة رغم حجمه البسيط ده وجسمه، إلا كان بيبذل مجهود طوال 90 دقيقة في الملعب. بيحسسك مش فرقة، مش هو واحد بس، لا ده بيحسسك بفرقة. وكان صاحب مجهود كبير قوي قوي قوي، أقول لكم زي ما قلت لكم، طوال 90 دقيقة. وكل المباريات اللي كان بيلعبها هو كان عنده مهارة، فكان هيدوكوتي بيستغل عنده المهارة دي. كان عنده بيجري طوال 90 دقيقة، وكان بيمسك أي لعيب خصم كان بيعمل زي اللزقة، لزقة فعلا يعني، ما يهنيش النجم على الكورة اللي هو بيلعب قدام. وكل حركاته في الملعب كانت كر وفر وهنا وهنا وهنا، وعلى طول بدأ يطور نفسه. بعد ما كان صاحب مهام بدأ يطور نفسه، بدأ يبقى صانع ألعاب، مش صانع ألعاب بس كمان، لا ده بدأ بيبقى بيصنع أهداف. واسألوني أنا، لأن أنا صنع لي أهداف، وأهداف مهمة جدا في مباريات مهمة جدا. نجمنا طبعا من نجوم الزمن الجميل، وقدر يفرض نفسه على عمالقة في نفس الوقت ده، وليه قصص كتيرة جدا 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 جدا. أنا مش عاوز بس أحرق كلام، لأن ضيفنا هتسمعوا منه كلام أول مرة هتسمعوه في برنامج المجري في قناة النادي الأهلي. وهو كمان كان يحسسك ملعب أنه غيور جدا عن النادي الأهلي، أكنه واحد من أشبال النادي الأهلي. أنا عاوز أتكلم على تاريخ كبير جدا لنجمنا اللي هو معانا في حلقة الليلة، إنما هقول لكم هتستمتعوا، أنا واحد من الناس كنت أحب أتكلم معاه، هنكشف حاجات كتيرة جدا، لأن أنا عارف هو بيحب إيه وبيخاف من إيه وبيكره إيه. وكان أكله غريب جدا. نجمنا النهاردة هو عبد المنعم مصطفى حسين، اسم غريب قوي ها؟ كان شهرته جرنق شطة. مع نجمنا الكابتن عبد المنعم مصطفى حسين جرن شطة، تعالوا مع بعض نستقبل ضيفنا. نجمنا مصطفى حسين جرن شطة. كورونا منعتنا عزيز يا مصطفى عزيزي. اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله كابتن. كابتن عبد المنعم مصطفى حسين جرن شطه. شطه فيه؟ شطه ما فيه. اخبارك يا شطه؟ والله الحمد لله. وحشنا. بخير الحمد لله والله. اخبار الاسره كلها بخير؟ كلهم الحمد لله بخير الحمد لله. ايه اخبار؟ انا سامع انت مطلع لعيبه كتيره قوي. والله انا دلوقتي في الاكاديميه عندي عايز اقول لك عندي عدد كبير جدا من اللاعبين. والمشكله الكبيره انك ما تقدرش تسربهم كلهم في النادي الاهلي. فانا ان شاء الله الخطه بتاعتنا نعمل تصفيه على نهايه السنه بحيث انك تجمع افضل الموجودين عشان يخش القطاع. ممكن تطلع كل سنه كام اقل من 250 300 لاعب. لعيب؟ للدرجه دي؟ طبعا انا عندي 7000 لعيب. لا انا بتكلم اللعيبه اللي هي متميزه قوي. تبقى السوبر ستارز. السوبر ستار ممكن يخش على 50 لعيب. ده عاوزين هتودي كل فرع كام؟ لا انا بس انا برضه بودي انديه ثانيه مش لازم النادي الاهلي. اعارات يعني. يا رب. بس طبعا المرحله الصغيره بتكلم على 14 15 16
اما المرحله الكبيره طبعا ما فيش دلوقتي لعيبه في الاكاديميات. كان في تعاقدات يا كابتن مصطفى، في اللعيبه اللي بتخش 18 سنه 19 سنه لازم تعمل لها عقد، دي حاجه اقل من كده ما فيش عقود. لا خلاص 17 سنه ده ممكن بعد كده تفكر فيه انك تحاول السنه الجايه لو كويس تعيره. الحاجات دي مهمه جدا، لكن انا بتكلم على كميه اللاعبين الصغيرين المتميزين، انا ما بتكلمش على فوق. أنا اللي سنه كام سنه تقريبا؟ يعني انا مثلا بطلع في البراعم ممكن 8-10 سنين، ممكن مثلا 12-14 للمسابقات. بعد كده المرحله الكبيره بقى بتبقى صعب انك تلاقي لعيب، نادرا ما تلاقي لعيب كويس. انت بتسلم لمدربين، انت بتفرغ من تحت وبتسلم لمدربين، بتسلم للقطاع، للقطاع نفسه، القطاع ناشئين عنده طبعا عنده مدرسه كوره، وعنده مرحله سنيه 14-15-16 لحد 18-20. لكن المراحل الكبيره دي مراحل صعبه جدا، تلاقي فيها لعيب في الاكاديميات موجود صعب جدا. لكن الصغيرين بيكونوا متميزين موهوبين، عندنا عدد كبير جدا من الموهوبين في كل الله. اكاديميات المحافظات خصوصا في المنصوره. انا سمعت والله اعلم بقى كلامنا موضوع هنتكلم معاك فيه، ان انت ابن بطوط عمال تسافر من المحافظه دي للمحافظه دي، الكلام ده مظبوط؟ والله انا بروح يعني بجد بتابع الاكاديميات، المشاكل الاداريه اللي فيها طبعا، والمشاكل يعني اللي موجوده فيها محتاجه لمدير الفرع او مدير الاكاديميه يكون موجود. فالحمد لله الان معايا طبعا، مش عايز اتكلم معايا حقيقه، عدد كويس جدا من اللاعبين الموجودين في كل الاكاديميات، محتاجين بقى للمدير الفني الجديد هقول لك عليه مين. معايا في المجموعه، والاستاف بتاعي كله موجود الحمد لله، كلنا شغالين بنأدي اداء لهذه الاكاديميات عشان تبقى مفرخه للنادي الاهلي ولمصر كلها. ربنا يكرمك، احنا طبعا سعداء بوجودك، مش بس معاك عشان تمشي، لا عشان هتقعد ونشرب حاجه ونبدا نتكلم. شكرا. اتفضل. شكرا.